town in that room for a dinner with the European ambassadors or the European استقبلنا اليوم وزير خارجية اليونان ووزير خارجية قبرص بإطار التعاون الثلاثي يلي عم بيقوم بين بلديننا الثلاثة ويلي عم نشتغل نعمل ونأمل أن نوسعه على دول أخرى أوروبية في المنطقة لكي يكون تحت عنوان جغرافي بدول في شرق المتوسط ولكن تحت عنوان سياسي اقتصادي وثقافي يضم الدول التي تتشابه في أفكار تختص بسلام المنطقة وفي مواجهة الأخطار المحدقة فينا المتعلقة تحديدا بالإرهاب وأزمات النزوح واللجوء وما نتشارك فيه من ثقافة وحضارة مشتركة بتأهلنا أن نكون دول تتشابه وتعمل معا لتعميم فكرة السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.